زوج مضخات او زوج بومباس كما نسميهم. وحده فيها متحكم ذكي او متحكم في الضغط، يخدم من 1.5 بار حتى 10 بار، غالبا نركبوه مباشره في المضخه المائيه. يستعملوها للمنازل، هذه مضخه 0.5 حصان للمنازل، يستعملوا المتحكم هذا باش تفتح روبونيت يجيك الماء مباشره تشتغل المضخه. لكن هذه ثاني منزليه 0.5 حصان غاطسه، كيف نتحكموا فيها؟ نفس الشيء، عندها متحكم في الضغط يشبه لهذا، لكن ما نركبوهاش المضخه لان هذه غاطسه، نحطوها في وسط الماء، نحطوا المتحكم خارج الماء، نركبوه في الانبوب، الانبوب تاع المخرج نركبوه فيه متحكم في الضغط بنفس الطريقه. المضخه الغاطسه نستعملوها لرفع المياه، نقولوا مثلا من خزان تحت ارضي باشاو، نستعملوها في بئر مائي، نستعملوها في نهر، نستعملوها في بركه، نستعملوها ثاني في خزان لرفع المياه وحتى الانزال المياه، ونزيد بها الضغط بنفس الشيء. هذه نفس الشيء المضخه الثابته نستعملوها لزياده الضغط، ضخ المياه رفع المياه. كاين اختلاف بيناتها، من اللي غالبا اللي يستعمل المضخه الغاطسه يستعملها في باشاو، تدخل المياه للخزان فوق السطح، والمضخه الثابته تزيد تعاون باش تزيد الضغط للمياه في الانابيب. اللي مهتم بالمضختين هذو يتصل، سواء المضخه مع متحكم في الضغط ولا المضخه الغاطسه مع متحكم تاعها في الضغط. مضخات من النوع الجيد، من نوع رفيع. المضخه الاولى 0.5 حصان من النوع المغلوق، راك تشوف ما فيهاش فيد، الصوت يكون ناقص، الضغط تاعها مليح، طلع 33 متر عمودي، نقولوا الطابق الثاني حتى الثالث. يستعملوها في شقه ولا في منزل صغير، يستعملوها حتى لغاية في الحدائق، تطلع 33 لتر في الدقيقه، وزيد الضغط توصل الضغط تاعها 3 حتى 4 بار. المضخة الغاطسة تطلع 17 متر عمودي، لكن كمية الضخ والتدفق توصل حتى 100 لتر في الدقيقة، راهي كمية ضخمة. يستعملوها غالبا في باشاو بالنسبة للمنازل، ولا غيب في الآبار بالنسبة للي عنده بستان ولا مزرعة صغيرة. هذا متحكم في الضغط، ثاني نوع رفيع تعرفوها شركة توتال، نوعية رفيعة ننصح بها جدا، يخدم من 1.5 بار حتى 10 بار، وزايد محمي بالإيبي 65، مهما تسقط عليها نقولوا قطرات الماء ما راحش يفسد، يعيش لك بزاف. السيركويت تاعو الداخل ملاح، بلاستيك الخامة ثاني مليحة، ننصح به جدا، هذا اللي جربوه كامل لقاوه مليح. اللي مهتم بالمضخات هذو ولا بالمتحكم في الضغط يتصل، توصيل لكل الولايات. طبعا المضخات كما قلنا محميين، والملفات تاعهم من النحاس، مقاومين للضغوط العامل.